أقامت سفارة الصينية لدى مصر حفل استقبال احتفالا بالذكرى 68 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية مساء يوم الأحد بحضور مئات المسؤولين المصريين والدبلوماسيين الأجانب والجالية الصينية. خلال الحفل ألقى السفير الصيني لدى مصر سون آي كوا كلمة أكد فيها أن الصين حققت إنجازات تنموية هامة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني خلال السنوات الماضية، معربا عن أن الصين مستعدة لتقاسم فرص تنموية مع دول العالم وتعزيز التعاون والتناسق بينهما. من جانبها أعربت الشخصيات المصرية البارزة الحاضرة على تأكيدها للإنجازات التنموية البارزة التي حققتها الصين في شتى المجالات والدور الهام الذي تلعبه الصين على الساحة الدولية. أعتقد أن الصين بمبادئها الأساسية ومنها المبدأ الأساسي وهو يتناول عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يجعل كثير من الدول تطمئن للتعامل مع الصين، فأنا أعتقد أن الصين بدأت تلعب وستلعب دورا هاما جدا في الحوكمة العالمية وفي نشر السلام وما أحوجنا إلى حالة السلام التي يجب أن تسود العالم إن شاء الله.